طورك زهيت المكان سيدنا رمضان فرحنا لك شهر القرآن والأمثال تاع زمان وما كل من كل الوان سيدنا رمضان. أحبائي مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم سيدنا رمضان. سيدنا رمضان البرنامج الذي رافقكم طيلة الشهر الفضيل. على بالي بلي العائلة الجزائرية والعائلة المسلمة واللي تشوف فينا والعائلة العربية كذلك حبوا هذا البرنامج بما فيه من لوحات فنية جلنا الجزائر كلها، إما بالأزياء التقليدية ولا بالأطباق كذلك ولا بالأمثال الشعبية ولا بالمعالم الأثرية وكامل. حبينا نوري لكم الجزائر اللي تحبوها وتحبكم كذلك، حبيناكم تشوفوها بأعين قناة عمو يزيد تي في. اليوم مع أصدقائنا اللي راهم هنا نسافروا بكم للوحة جديدة، وخير ما نستهل به هذا البرنامج سيدنا رمضان هو آيات بينات من الذكر الحكيم. إذا وليدي محمد أتلو علينا من فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. رمضان شهر التوبة والغفران. حبيتكم تكونوا معايا هنا باش نخطبوا أصدقائنا الأطفال اللي يشوفوا فينا والعائلات نتاعهم كذلك، حبيناهم يسهروا معنا سهرة عائلية حميمية من خلالها يكون فيها الترفيه ويكون فيها كذلك معلومات ونتعلموا حوايج ونتعلموا. اليوم راهي معنا بنتي سيرين. واش راكي سيرين؟ لاباس. مرحبا بك بنتي سيرين، صديقة عمو يزيد، بركاك تشوفوها في كل الحفلات والحصص. سيرين مكفوفة، ولكن سيرين باش تشوفي بنتي؟ بقلبي. سيرين تشوف بقلبها، إذا تحية لسيرين، أعطونا تحية، تصفيق على سيرين. برافو بنتي، برافو. تحبي رمضان سيرين؟ نعم. واش يعجبك في رمضان؟ يعجبني الصيام. إيه؟ والسهرة العائلية. العائلية. هي تسكني في بليده نسرين؟ نعم. واش عندكم في بليده معروف في رمضان؟ واش عندكم؟ واش نشرو من بليده؟ نشرو كيما الشوربه. ديروا الشوربه انتم في الفطور؟ ايه. واش الاخر؟ ونشرو نديروا البوراك. البوراك؟ كاين حاجه يديروها في بليده اللي هي الشربات معروفة بها مدينة البليدة. بالك هذا العام أنا عندي أصدقائي بزاف، نروح نزورهم. عندي أصدقاء والله بالمرات نتخلف عليهم الواد ما نشوفهمش طيلة السنة، ولكن تفكرهم في رمضان كي يقرب الفطور هكذا نروح لعندهم اللي نقصر معه نقصر، واللي وفي طريقي نجيب هذه شربات هذه زلابية هذا المطلوع هذا. شكرا سليم بنتي. سي نور الدين رمضان فرصه اننا نروحوا عند الاصدقاء ثاني. نعم. كاين اصدقاء اللي نشوفهم في رمضان مثلا اكثر نروحوا كذا مع العشيه نجيبوا شويه الوقت وكامل. انا ماشي من الناس هذوك اللي مثلا يدير كيلومترات باش يجيب حاجه. يجيب الخبز. كاين اللي يروح يجيب الشربات من بليده يفوت على بوفاريك يجيب الزلابيه. ومن بعد والخبز يفوت برك على واد العلاي. واد العلاي في رمضان. هايل. ويكون جاي. انا شفت واحد، كان واحد المراه هنا في الجزائر العاصمه كانت تدير خبز الدار. واحد النهار فايت على هذيك الحومه وانا طريق عام وشفت الطوموبيلات مقارين بزاف، السيارات راكنين هكذا بزاف. قلت له وشو هذا؟ قالوا لي بركه مشوا الخبز. قلت له واش من خبز؟ قالوا لي خبز الدار عند واحد المراه ديروا في الدار. ولات عندها شهره. شهرة يعني خرق العادة. جميل 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 انه هذه انا نظن الاشياء هذه ماهيش عيب، بالعكس انا نظن الانسان لما يروح يثمن مثلا قال روح نجيب زلابية بوفاريك لان الزلابية تاع بوفاريك مليحة. نعم. انا نظن هكذا هي في الحقيقة لا بأس على كل حال، ولكن ما لازمش في رمضان يكون همنا
الرئيسي والاساسي هو البطن. بالضبط. يعني لا انا قلت لك الانسان يعني صحيح. يتنقل على جالها لا لا ولك تروح تشوف صديق ولا عندك دات طريق يعني حتى اذا اشتهيت حاجه يعني وفي رمضان وانت صائم وروح تقتنيها وقدرت باش تقتنيها لاباس هذا بالضبط يعني بالضبط بالضبط هذا ماهوش ولكن ما لازمش يكون هذاك هو همك. نعم لان رمضان ليس ليس هو مفروض علينا من اجل الاكل. ما هو الشهر المقبل لا ما هو الشهر الاكل بالعكس هو شهر العباده وشهر القيم والاخلاق وكذا اللي تكلمنا عليها في حصص واحنا نمروا رساله نمروا رساله للعائلات نقولوا لهم لا اسراف لا اسراف لا ما لازمش الانسان يتعدى الحدود عندك بالمرات كاين اللي يطيبوا ثلاث اطباق نعم والخبز يبقى هكذا تبذير ويدير الكراتا هذا التبذير هذا التبذير يعني الانسان يقول احنا في دارنا تعلمنا نديروا الشوربه ولا الحريره سلطة يعني سلطة وأمبلا اللي يفضل للسحور يعني نفسه هذاك اللي يبقى للسحور لا غير لا غير الوالد الله يرحمه كان وقف على هذا الشيء أنا نظن بلي والحمد لله يعني الحمد لله الإنسان يأكل بالعين بالمرة هذا هو كاين اللي غير بالمرة كاين اللي يخرج يشري 5-6 أنواع على الخبز ما واش قلت لك ويبقى هذا تبذير أنا برك سيرين سيرين البنت سيرين بارك الله فيك سيرين يعطيك الصحة بنتي في البليدة قالت فقط صحة حاجة حاجة صغيرة هكذا قالت زمان احنا نتكلموا على الأكل التقليدي والبليدة بالكم مشهورة بكل ما هو تقليدي بليدة مدينة عريقة وتصيلة أندلسية مثل القليعة مليانة حضرية يعني معاصمة جاية دلس أيضا شكون اللي جاتنا من دلس جونا أصدقاء من دلس صبينا كمسان ووهران وشرشال يعني من ذكرش كل المدن للأندلسية هذه فيما يخص رمضان ما يشروش زمان ما يشروش الشربة كان مقطفة يديروا المقطفة وهذا المقطفة هذه تصنع في البيت في شعبان في التحضيرات تاع رمضان تلقى خاصة الماكيثات في البيت وكانت المرأة ماكيثة قريب كلهم ماكيثات في البيت يفتلوا هذا المقطفة هذه تجي رقيقة وتجيب اليد يعني فيها واحد اللذة يعني طبيعية. ومن أيدي الوالدة أو الجدة أو الجدة هكذا كانوا في البليدة وفي هذا في هذه المدن العريقة ثم في هذه الحصص سيدنا رمضان هذه حصص رائعة حقيقة لأنها متنوعة وتتكلم خاصة تدور خاصة حول التقاليد وحول ما نسميه بالتراث والتراث هذا من الفعل وارثة يرث لما نارث من أهلنا الموروث الثقافي هو الموروث نارث معناه نكتسب ما تركه لنا أسلافنا آباؤنا وأجدادنا الأولين إذن إحنا هذه الأشياء هذه تركها لنا أسلافنا فإحنا من واجبنا أن نحافظ عليها وأن نثمنها يعني نبينها ونوريها لأولادنا ونوريها حتى للأجانب باش نبين لهم بأننا احنا ماناش شعب هكذا جديد هكذا جاء كما هذو الأمريكان مثلا يعني كاين شعوب جديدة كانوا الهنود ومن بعد جاءوا نعم حضارة قديمة يعني عندنا هويتنا مدن أثرية اللي عندها قرون وقرون يعني هي موجودة يعني وهذه هذا عنوان هويتنا العربية الأمازيغية الإسلامية الجزائري هذا هو اللي يميزنا عن الآخرين عن الشعوب الآخرين كل شعب عنده خصوصياته احنا لازم تكون عندنا خصوصياتنا انا نشوف البنت هذه اللي مقابلتني البنت اللي مقابلتني درك جيت هكذا كي قعدتها بالعجار والحايك اذا ذكرت الوالده رحمها الله وجداتي وعماتي وخالاتي ربي يرحمهم واللي مازالوا حيين ربي يطول في عمرهم هكذا هذه هي المراه الجزائريه الأصيلة كانت تغطي المرمى والعجار يعني والحي كان في كل الجزائر يعني لا في كل الجزائر كانوا يديروا العوينة يعني من بعد عندنا مفاجأة راح نتكلموا على شوية الأصول تاعو كامل هذا هو اللي حبيت نقول لك على الحي لا شيء جميل 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 جدا قولوا بنتي واش راكي لاباس الحمد لله بدا وجهك يتلون
بواد العيد هذه اقترب بدي قرب العيد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. على كل حال مرحبا بك بنتي. وين جبتي لنا اليوم خلود؟ اليوم جبت لكم حدثين وقعوا في شهر رمضان الفضيل. الله يبارك فيك. الحدث الاول يتحدث عن مسجد عمرو بن العاص، اما الحدث الثاني فيتحدث عن معركه عين جالوت. تفضلي. جرى حدث في 24 من رمضان، بناء مسجد عمرو بن العاص بني في مدينة الفسطاطي التي أسسها المسلمون في مصر بعد فتحها، وكان يسمى أيضا بمسجد الفتح والمسجد العتيق وتاج الجوامع. وكذلك في رمضان 808 هجري 1406 ميلادي توفي ابن خلدون، وهو أحد العلماء الذين تفخر بهم الحضارة الإسلامية، فهو مؤسس علم الاجتماع، وقد توصل إلى نظرية باهرة في هذا العلم، ومن أشهر كتاباته مقدمة ابن خلدون. شهر رمضان شهر الانتصارات قديما وحديثا، ففي 25 رمضان هناك حدث وهو معركة عين جالوت، وهي من أهم المعارك الفاصلة في تاريخ العالم الإسلامي. انتصر فيها المسلمون بقيادة سيف الدين قطز انتصارا ساحقا على المغول، وكانت هذه المرة الأولى التي يهزم فيها المغول في معركة حاسمة منذ عهد جانكيز خان. أدت المعركة إلى انحسار نفوذ المغول في بلاد الشام وخروجهم منها نهائيا، وإيقاف المد المغولي المتكحس الذي أسقط الخلافة العباسية، كما أدت المعركة إلى تعزيز موقع دولة المماليك كأقوى دولة إسلامية في ذلك الوقت لمدة قرنين من الزمن. شكراً شكراً. برافو برافو برافو. فقط أغتنم الفرصة لو سمحت عمو يزيد، كان هناك أغلب الناس يقعون في واحد الورطة في القراءة لما يشوفوا الناس، كاين منهم من يقرا عمر ومنهم من يقرا عمر. يعني كيفاش تفرقي، كيفاش تعرفي عمر تقرايها عمر او عمر؟ هي في الواو الصغيره، يسميوها في اللغه في النحو يسميوها واو الفصل. كي تشوفي واو صغيره حتى ماهيش حتى كبيره، وراكم تشوفوها في الكتب، نعم تشوفي واو صغيره اقرايها عمر، واذا ما شفتيش الواو نقراها ماذا؟ عمر فقط. برك هذا ما كان جميل جميل جميل. فائدة لفائدة عابرة. جميل 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 جدا جميل. يعني احنا رانا هنا، احنا ماذا بينا في حصة سيدنا رمضان نتعلموا نفيدوا كي نقدر علاش بالضبط لما بالضبط. يعني احنا نمروا رسائل ونمروا معلومات لأطفالنا، وحنا بفضل هذه المعلومات برك الطفل يولي يعجبوه المعلومات يروح يطالع. نعم صحيح صحيح صحيح، تحبب له اللغه، تحبب له. نعم صحيح. اصدقائنا اللي راهم هنا عندك الحق، لم يديروا في الابحاث هذو، احنا نحطوهم باش يروحوا. نعم يبحث وكذا. نعم. لما يقرا الموضوع يتساءل، يقول هذه التشكيله هنا، هذه كذا هذه. نعم. كذا. وبالمره يجي يسكسون عمو يزيد هذه كيفاش تشكل هكذا. نعم. ولا هكذا هذه المعلومه ولا باس ان اخطاوا. نعم. فمن لم يخطئ لا يصيب. لا يصيب بالضبط. نحن بالضبط. نتعلم من اخطائنا، وكلنا نخطئ، ما كاينش اللي ما يغلطش، ما كاينش اللي يعرف كل شيء، ولكن العيب ان لا نتعلم، ان لا نصحح اخطائنا. نعم عيب، لكن ان نخطئ فهذا ماهوش عيب. حتى في الاقسام نتاعكم لما تكون عندكم اجابه ارفع يدك وجاوب بطريقه ولو كان خطا، معليش الاستاذ يصحح لك الخطا. على بالك كاين في دول اجنبيه. نعم. في دول اجنبيه الطفل. نعم. الابتدائي كله. نعم. ما يعرفوش القلم، يعرفوا قلم الرصاص. نعم. نعم. كل الطفل الابتدائي ممنوع القلم، يقول لك لانه الطفل عنده الحق يخطئ. يخطئ ويمحي، باش يمحي ويصحح نفسه. صحيح نفسه. طريقه بيداغوجيه هايله. كيفاش الفكره؟ كيفاش الطفل يتعلم يكتب قلم الرصاص باش يمحي ويصحح نفسه؟ اذا ابنائي الانسان ماشي عيب يغلط. نعم. ولكن لازم يبحث. نعم. يصحح نفسه. صح هذه هي، ويحاول انه لا يكرر الخطا حتى في الحياه. انا في الحياه حتى في الحياه قد نعثر حتى الاولياء اللي راهم يشوفوا فينا بالك بالمرات الانسان يغلط في حياته، تكون عنده لكل جواد كبوه كبوه، ولكن الانسان يقول لك يتعلم من هذه الاخطاء باش يصحح نفسه
وما يعاودش نفس الخطا. نعم هذا هو صحيح. جميل 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 جدا. دعاء بنتي واش راكي؟ عطوا لي الدعاء. واش راكي بنتي؟ لاباس. شحال راكي شابه الله يبارك، راكم كاع كي العرايس راكم وميليسا اليوم بالحايك هذا راكي 10 على 10 10 على 10 فكرتينا بايامات زمان والله العظيم. انا نشفى جدتي الله يرحمها تاع الوالد ولا جدتي تاع الوالده ولا الله يرحمه حتى الوالده لبست بزاف الحايك ونشفى كاين اللي كانت دير العوينه كاين اللي كانت دير العجار كاين كل وحده واش كانت تدير وكان عنده هذاك الحايك هذاك عنده واحد النكهه سبحان الله. وكي نشوفوا شوف معركه الجزائر لبطيده الجي شوف لبطيده الجي النساء اللي كانوا مسبلات يعني وكانوا فدائيين كانوا فدائيين وكامل كانوا بالحايك يعني ما نقدروش نفصلوا الحايك عن تاريخ الجزائر شي مفروغ منه هذا شي جميل. دعاء بنتي واش حبيتي تقولي لنا اليوم؟ جبت لكم انا مثل شعبي. مثل شعبي واش يقول هذا المثل الشعبي بنتي؟ اقصد البيت الكبير اذا ما تعشيت تبات للطفا. برافو برافو بنتي برافو برافو برافو. اقصد الدار الكبيره الى ما تعشيتش تبات للطفا. جميل 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 برافو برافو الفائده اللي موجوده فيها. برافو برافو برافو. اذا احبائي ربي يخلينا ان شاء الله احنا يخليكم كامل انتم ديوركم وديور مالكم تكون دائما الدار الكبيره ان شاء الله. الدار الكبيره هي اللي يقصدوها الناس. الدار الكبيره هي اللي تأوي الناس. الدار الكبيره هي اللي توكل الناس. الدار الكبيره هي اللي تسلك الناس لانه لما يجيك انسان محتاج عرف بلي هذاك الانسان ما عندوش الاختيار. يعني الانسان انا عندي قناعه تامه بلي الانسان بطبيعته عنده كرامه. كرامه اللي ما تخليش روح يمد يده. إذا شفت إنسان جال عندك مد يدو عرف باللي راهو في في حاجة كبيرة 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 كبيرة. لذا الدار الكبيرة هي اللي تأوي الناس هي اللي قصدوها الناس. يا أخي برافو برافو دعاء بنتي برافو برافو. سونيا بنتي واش راكي؟ لاباس الحمد لله. لاباس واش جبتي لنا اليوم بنتي؟ جبت لكم عادة من عادات الجزائريين. برافو واش هي بنتي؟ الاحتفال بعيد الربيع. الله يبارك. سيرتو رانا في الربيع وكامل. جميل جميل جدا. تفضلي بنتي. يحتفل الجزائريون بعيد الربيع وهو مناسبة مع توديع فصل الشتاء بطقسه البارد واستقبال فصل الربيع الذي يبشر بالاخضرار والازدهار. يحدث هذا في ظل قيام بالعديد من العادات التي تتماشى مع المناسبة مثل تحضير أكلات تقليدية ووجبات تتماشى مع التهليل بالربيع والتفاؤل بعام فلاحي خاص ومتنوع المحاصيل. هذا العيد هو عيد يتم في اليوم الأول من موسم الربيع وفق العادات والتقويم الأمازيغي والذي هو بمثابة اليوم الآخر من فصل الشتاء. تجمع العائلات أعشابا خاصة تحضر بها وجبة العشاء الليلة الأولى وعادة ما يكون كسكس محلي بحساء تلك الأعشاب وتضع أيضا حلويات البراج على شكل معين أو مستطيل مكون أساسا من الدقيق والسمن والتمر. برافو البراج. أكيد تقولي لي البراج خلاص أنا نحب البراج. نحب البراج. برافو برافو بنتي برافو. إذا الجزائريين ونظن كلهم كانوا يفرحوا بحلول فصل الربيع. حلول فصل الربيع وعلى بالك خاصة في البلاد في بلاد القبائل ولا في المناطق العاليه في الهضاب العليا وكامل البرد في الشتاء. ثم لما يحل الربيع تدفى الحاله شويه وكامل دونك احتفالين كما يقولوا الاحتفال بدرجه الحراره اللي ترجع جميله وبالربيع للازهار اقبل الربيع يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتبسم. الله يبارك الله يبارك. فصل الربيع واجمل الفصول لانه معتدل كما قال عمو يزيد والانسان بعد قضاء فصل في البرد والامطار وكذا جسم الانسان وفكر الانسان ونفس الانسان تحتاج الى شويه دفء والربيع يحن علينا بهذا الدفء. ثم حتى الطبيعة تكسو حلة جميلة وحتى الزرع والحبوب تنمو في هذا الربيع وحتى الأشجار والحيوانات
تزقزق طيور وتفرح الحيوانات، كل شيء يفرح في فصل الربيع، فالإنسان هو كذلك يحتفل بهذا بمجيء الربيع، ويعني حتى في الشعوب الأخرى يعني في الصين وفي كذا يحتفلوا بالربيع، وهناك من يحتفل بقدوم فصل الشتاء حتى يناير، يعني يناير في جانفي، يناير وجانفي حتى في فصل الشتاء كان يحتفلوا بفصل الشتاء لأن فيه منافع أيضا. بالضبط بالضبط بالضبط. جميل جميل جميل. أنسيا وش راكي بنتي؟ لاباس لاباس الحمد لله. وش وجدتينا اليوم؟ السلامة المرورية. برافو برافو. يلا قولي لنا بنتي الموضوع. الكل يسعى لسلامة السائقين والراجلين، وإشارة المرور تنظم ذلك. نتحدث اليوم عن إشارة حمراء ثمانية الشكل مكتوب عليها قف. هذه الإشارة تدل على أن التوقف يكون قطعيا، وعلى السائق أن يتوقف ليتحرى سلامة السير بعد الإشارة. عندما يرى السائق هذه الإشارة فإنه يتوقف إجباريا. برافو برافو برافو. إشارة قف، إشارة قف، إشارة قف يعرفوها كل كل سائقين. هي ثمانية الشكل. كي توصل عند قف بالمرات نشوفوا ناس كي يوصل عند قف يحسب إشارة قف كما إشارة افسح الطريق، ما شيئين مختلفين. قف يعني قف، لازم تحبس، لازم تحبس. علاش؟ لأنه كاين خطر، كاين خطر، لأنه السيارة اللي تكون في الطريق الآخر ما عندهاش إشارة قف، يعني عندها الأولوية، إذا لازم تحبس نتايا. هذا هو الشيء المهم والأهم. برافو برافو بنتي، برافو 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 برافو. سيرين بنتي واش راكي؟ الحمد لله حوت. الحمد لله. واش جبتي لنا اليوم بنتي؟ اليوم جبت لكم معلومات على مدينة الجزائر القصبة. القصبة، الله يبارك، جميل. تفهمتوا كي شفتي الحايك، كي شفتي الحايك كمالة، كي شفتي الحايك، جميل 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 جميل. برافو، تفضلي بنتي تفضلي. القصبة، القصبة هي مدينة الجزائر في العهد العثماني، وهي مقر السلطان، وتم بناؤه على البحر الأبيض المتوسط، فهي مبنية على طراز عثماني، تحتوي على عدة أزقة أهمها زنقة العرايس وزنقة مراد بيك، ولها عدة عيون مشهورة كعين المالحة في باب جديد، وبئر جباح في قلب القصبة، وزوج عيون في أسفلها، إضافة لاحتوائها على عدة قصور أهمها قصر الداي أو كما يعرف بدار السلطان، وقصر الرياس، وقصر خداوج العمية، ودار عزيزة، وتحتوي على مساجد عديدة. وكانت القصبة عبارة عن حصن، وله عدة أبواب أهمها باب الواد، وباب جديد، وباب الجزيرة، وباب عزون. وكانت هذه الأبواب تغلق عند غروب الشمس، ولا تفتح إلا عند طلوعها. والخصوصيات الأكثر تميزا للقصبة هي الأرضية التي بنيت عليها، فبيوتها تحتوي على ساحة مربعة الشكل، في وسطها يعرف بصحن الدار أو بئر نافورة الماء، فهندسة بيوتها يعطيها سحرا يرجعك لزمان زاهر قد مضى. برافو 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 برافو. صح. برافو جميل. برافو. جميل. لكن عمو يزيد، في رأيي لا ينبغي أن نتكلم ونتحدث عن الجزائر، عن القصبة، دون أن نذكر شيخ القصبة وولي الله صالح سيدي عبد الرحمن الثعالبي. بالضبط بالضبط. سيدي عبد الرحمن الثعالبي عالم من علماء الإسلام أيضا. أنا دائما ننبه كاين الناس اللي كيقولوا سيدي عبد الرحمن يحسبوه والي عنده ضريح يروحوا يديروا فيه الشماع وكذا ويطلبوه لا، سيدي عبد الرحمن من أكبر علماء الإسلام، أنجبته الجزائر وفسر القرآن الكريم ودرس على يديه كذلك علماء رحلوا إلى المشرق وعلموا هناك في الأزهر في الشام وفي الحجاز إلى غير ذلك. إذن الجزائر المحروسة، الجزائر المحروسة، نذكر العلماء الصالحين وهذا الناس اللي صنعوا أمجادها بالعلم والتربية ونشر الإسلام. جميل جميل جميل. وانا راح من خلال من هذا المنبر هذا، من خلال حصتكم سيدنا رمضان،
هاد المرة للأمانة جوني ضيوف من الخارج، هما جزائريين ولكن يسكنوا في الخارج، حبوا يروحوا للقصبة. دخلنا على وسائل التواصل الاجتماعي وصبنا مرافق. نعم. قريب. نرمي ديروها. كلمنا وراحوا تلقاوه في كما صح الشهداء. نعم. وجاو مندهشين. مندهشين حقيقة. جاو مندهشين من الخدمات نتاعو. كيفاش داهم قولي مزيان ديناه ورحنا معاه لكم يديوش داهم لكل مكان كون ما كنتش معاهم دليل كل مكان ووصلهم لهاد القصور هادو اللي هضرنا عليهم وعلى الزنيقات وفهمهم هادي واشن هادي واشن في نص نهار فهموا كلش وكان من اروع ما يكون كانوا معاهم اطفال جو فرحانين اذا من هاد المنبر انا نقول لكم روحوا للقصبة راكم تسيبوا تما ديجيد يعني مرافقين ولا تسيبوا دليل ولا راح يرافقكم وراح ما تندموش شيء جميل جميل حتى كي تروحوا للضريح الملكي في تيبازا هاد المره انا كي رحت كاين دليل تما كاين نقيد كاين نقيد نحييهم رحبوا بنا بزاف اذا طلبوا قولوا لهم وراه القيد راح يفرح بكم وراح يجول راح نتوما تتخلعوا كيفاش يرحب بكم يعني شيء من اروع وكاين كذلك في القصبه دار علي لابوينت التي حطمت ودمرت من طرف المستعمر الفرنسي راكم تشوفوها في فيلم معركة الجزائر لباطاي دالجي هذيك اللي كما داروا لها المتفجرات هذيك راهي موجودة وتزار لأنه استشهد فيها علي لابوينت ورفقاؤه رحمة الله عليهم الله يرحم الشهداء المجد والخلود للشهداء إلى الأبرار جميل جميل وش حبيتي تقولي بنتي؟ حبيت مادام انا نهضر على السياحه تاع القصبه ولا حبيت ننبه على مكان جد جميل في القصبه اللي هي دار الشجور راهي للسياحه وتقدر من في رمضان تقدر تفطر فيها محلوله للافطار دار جد جميله فيها الاثار فيها وسط الدار بزاف الله يبارك برافو 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 بنتي برافو ان شاء الله ما قلتيناش باللي تسجلت في اليونسكو كتراث عالمي قصبة على شيء عالمي بالضبط نعم مصنفة عالمية يونسكو مصنفة عالمية شوف فيها الجزائر شوف فيها بلادنا يعني كما قال عمو يزيد أنتم عليكم أن تزوروا هذه المواقع هذه تستفادوا منها حتى الأطفال لما يشوفوا فينا لازم يروحوا على عائلتهم يروحوا يشوفوا الله فيك جميل 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 ماريا لاباس أنت هما بدا وجههم يتلون شوية أنت وجهك اليوم راهو شاحب شوية تعبتي بنتي تعبتي ولا يغلبك صيام تخافي من الصيام تخافي لا تسهري شوية في رمضان شوية تسهري والصباح ما تقدريش تنوضي خلوني نزيد نرقد غير شوية غير 5 دقائق الله يبارك إذن بنتي وش جبتي لنا اليوم؟ جبت لكم بحث على الحايك راكي متفاهمين مع ميليسا ونسرين راكم متفاهمين الله يبارك تفضلي بنتي تفضلي مرحبا بكم أصدقائي اليوم سنتحدث عن الحايك وسمي بهذا الاسم من الجذر اللغوي حاكا يحيكو ويسمى أيضا الملحفة لأن المرأة تلتحف به لتستر جسدها هو لباس تقليدي من قماش أبيض ومعه قطعة صغيرة تضعها على وجهها فلا يبقى منه إلا العينان ويكون العجار بنفس لون الحايك وأحيانا يكون مطروزا ليظهر بشكل أجمل ومن أنواع الحايك حايك المرمى من أجود أنواع الحايك وكان اعتداؤه مقصورا على النساء الميسورات لأنه ينسج من الحرير الخالص أو الممزوج بالكتان الحايك العشاشي وكان ينسج بتلمسان وكانت تلبسه العامة من النساء الحايك السفساري كان هذا النوع محصورا على نساء الشرك ويصنع من الحرير أو القطن في الآونة الأخيرة عادت النساء إلى إعادة إحياء هذا الزي بعدما بدأ يختفي تدريجيا منذ الثمانينيات من القرن الماضي برافو 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 بنتي هذه صورة في 1957 هذاك أنا عمري 4 سنوات مع عمتي بالعجار كما البنت تاعنا في الجزائر العاصمة وهذه الصورة هذه عندها قصة لأن الولد متاعي بعثوه المجاهدين إلى فرنسا في النضال هناك كانت هناك لاميكال يسميوها الجزائريين تاع الثوره تاع جبهه التحرير
وتوحشني عشان كنت الكبير، بعث رسالة لرجل عمتي وعمتي وقال لهم صوروا لابني، وطلب من عمتي بس تصور بالعجار، وبعثها ل وبعثها له. النهار اللي في الاستقلال كي استقلينا جابها الشيخ، وانا محافظ عليها ودايرها هنا في من 1957. الله يبارك. شوف يعني حتى عمتي هكذا، شوف بالعجار، والوالده كذلك بالعجار، وجدتي بالعجار. انا حتى من بعد الاستقلال بس شفت المراه الجزائريه بالعجار. معليش على كل حال، لا معليش، لا 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 معليش، مش معناه مش معناه لازم تديروا العجار ولا ما راكمش، لا ابدا، ولكن هذا من تقاليدنا. ونزيد نقول لكم يعني لو نعمقوا شويه ولكن ما نلزمش نطولوا كثير، لماذا المراه الجزائريه تعجرت؟ لماذا؟ مش غير هكذا فقط، هي لتحمي نفسها وشرفها من الأجانب ومن المستعمرين. غير خاطر المستعمرين كانوا يحبوا ينتهكوا حرماتنا وحرمات بناتنا وكذا، إذا كانوا يديروا العجار باش ما يشوفش جمالها، ويبقى جمالها تبقى مستورة. نعم تبقى مستورة. هذه من 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 الأسباب اللي خلتها خلت المرأة تتعجر. ونزيد نقول لكم، يقال أن المرأة المتعجرة تكون أجمل من المرأة اللي تبين كل شيء، لأن لا عندها حاجة ولا كذا تغطيها بالعجارة. هذا باش نضحكوا فقط. جميل جميل جميل. بنتي ميليسا تفهمتي معاهم اليوم؟ واش راكي بنتي؟ لاباس؟ لاباس. واش راكي مع رمضان؟ شوية شوية على القراية مع رمضان. بالتوفيق بنتي، بالتوفيق. واش جبتي لنا اليوم؟ حمويات اليوم جبت لكم طبق الرشطة. رشطة رشطة يا رشطة، كل يوم فاتكم طبق. جميل جميل. تفضلي بنتي. طبق الرشطة. احتلت الجزائر المرتبة السابعة عالميا بطبق الرشطة، وتعد من أشهر الأطباق الشعبية في الجزائر، وعادة ما تقدم في المناسبات والاحتفالات بالأعياد الدينية، وهي نوع من الرقائق الطويلة تسقى بمرق الدجاج الأبيض وتزين بالقرفة. وبمجرد أن تسأل أي شخص في العاصمة الجزائر عن الرشطة تجد عندهم إجابة موحدة على أنها طبق المناسبات السعيدة ولا يمكن الاستغناء عنها، حتى أنها اشتهرت بالعاصمة وباتت من الأكلات المفضلة عند الكثير من الجزائريين في مختلف مناطق البلاد. برافو 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 برافو. أنا جبت لكم طبق تاع رشطة باش تشوفوه، راهو هنا. طيبة العجوز تاني، الله يبارك. طيبة الوالدة قالت لي ديو لهم باش يشوفوا. الله يخليها. ربي يحفظك، ربي يخليك. جميل جميل جدا. أنا رشطة نحبها بزاف. حنا في البيت كل جمعة عندنا الكسكس ولا رشطة. ولا رشطة يعني صح. طبق حنا ما نديروش بزاف شخشوخة. هي على كل حال كاين اللي حنا طعام كسكس ولا رشطة. أنا في الوسط. عندك شخشوخة، كاين اللي يديروا شخشوخة ولا رشطة. يعني هما في ثلاثة أطباق المناسبات يعني. نعم. إما المناسبة السعيدة وكامل ولا الجمعة مثلا، لو تنزل شوية للجنوب شوية من غير المسيرة ولا، راح تشوف بلي كاين الشخشوخة. الشخشوخة راح تاخذ هذاك المكان هذاك. والرشطة عمو يزيد نفس الشيء زمان يعني في التقاليد. ما يشروهاش كما راه مشروها الان. بالضبط. يروحوا عند الجزار ويلقاوها يبيع، ولا في السوبرات كما يقال، ويروحوا يجيبوها. زمان كانت تصنع في البيوت. ادرك دركا كاين بعض السيدات مازال يخدموا الرشطة. نعم نعم كاين، مازال شويه بصح مازالهم يخدموا. وعلاش يقولوا عود الرشطة؟ عود الرشطة كانوا يديروه هذاك الوراق هذا. الوراق هذا عود الرشطة، الوراق هذا كانوا يصنعوها كذلك في البيت، وهي احلى لتصنع في البيت. بالضبط. باليد احلى من الصناعيه، وبطبيعه الحال كل شيء يعني يندار باليد احسن من 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 جميل الصناعيه. جميل جميل جميل. واخر حاجه في الرشطه. لا لا الرشطه حاجه، احنا بالنسبه لنا القدم هذه حاجه كبيره يعني، ولو انها من عجائن، ولكن الرشطه زمان كانوا يشترطوا، يقولوا لهم الرشطه بالجاج، ولكن ماشي اي جاج، لازم تكون بالديك بالسردوك. يعني شو التفاصيل هذه؟ التفاصيل. دجاج عرب
ماشي هذا الدجاج هذا دجاج عرب السجاج تلسيتك ويقول له لازم السردوك سبحان الله سو يعني وين رايحين بالتفاصيل بالتفاصيل ايه وهذه هذه هذه من لار دو فيف هذه فن الحياه كانوا يعطوا قيمه لهذه التفاصيل باش يعطوا معنى للشيء اللي هم ياكلوه ويتلذوا به وكذا وكذا وهذا من التحضر هذا من جميل 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 جدا اذا طبق الرشتال اللي راهو هنا حضره الوالده ربي يحفظها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تستمتعوا به وحنا رانا هنا باش ندير لكم لوحه فنيه عن عادات وتقاليد واطباق وازياء الجزائر شوفوا بناتنا واش راهم لابسين حتى اطفالنا اطفالنا ملبسين زي جميل حتى الاولاد وكامل فاطمه الزهراء بنتي واش راكي لاباس لاباس خليناك ترسمي براحتك اليوم خليناك ترسمي براحتك قال ما قلقناكش راكي مليحه الحمد لله الحمد لله واش رسمتي لنا اليوم بنتي رسمت ولدي يقرا القران في المسجد الله يبارك ورينا الرسم هذا بنتي هذا محمد ولا اللي صورتيه لا لا كنت تنظر اليه وتصور ايه معليش معليش يجوز تشوفي وتصوري ها الله يبارك الله يبارك الله يبارك شكرا بنتي برافو 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 ربي يحفظك اذا احبائي حصتكم سيدنا رمضان سيدنا رمضان جاتكم بهذه الفقرات الجميله بهذه اللوحه الجزائريه بهذه اللوحه الاسلاميه بهذه اللوحه اللي نعتز بعادتنا بانتمائنا وكامل اذا ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله ما كناش ثقال عليكم سلام محضورك زهيت المكان لما وقعدت زمان سيدنا رمضان فرحنا لك شهر القرآن والأمثال تاع زمان وما كل من كل الوان سيدنا رمضان